مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة خمسة وثلاثون من الدرس الثامن الأعداد الكسرية مقارنة ترتيب اختزال توحيد المقام لي فراكسيون كومباريزون ريدكسيون او ميم لنفهم ونطبق يوزع الحاج المكي دخله الشهري كما هو مبين في الشكل الدائري الحاج المكي يوزع دخله كما هو مبين في الشكل الدائري ألون في كل شريط العدد الكسري الذي يمثل المصاريف عندنا الكراء بالبرتقالي الثلث إذن الثلث هو واحد على ثلاثة لاحظوا هذا الشريط نقسم على ثلاثة غادي نلونو الثلث ديالو ديال الكراء أما الأكل فلاحظوا بالغوز بالوردي فعندنا واحد على ربعة نشوفو الشريط اللي مقسم على ربعة ونلونو واحد على ربعة واحد جوج ثلاثة ربعة واحد على ربعة. واحد على ربعة هو ديال الأكل للدخار للدخار غادي نلونوه بالبنفسجي واحد على ربعة وعشرين نشوفو الشريط اللي مقسم على ربعة وعشرين واحد جوج ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش. ثم هذا الجزء هذا 12 إذن واحد على 24 هو هذا الادخار يلا كي يدخر واحد على 24 مصاريف أخرى باللون الأخضر المصاريف الأخرى 3 على 8 الشريط اللي مقسم على 8 هو هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 من 3 3 على 8 نمر إلى الأسئلة السؤال الموالي نقارن كل عددين كسريين انطلاقا من الأشرطة دابا غادي كل عدد كسري نقارنو واحد على ثلاثة تلوت وهذا مع ثلاثة أثمان ثلاثة على ثمانية ثلاثة... ثلاثة, ثلاثة على هي فلاحظوا هذا الجزء الملون بالأخضر كنلاحظوا فايت الجزء الملون بالبرتقالي إذا ثلاثة على ثمانية أكبر ثم واحد على ثلاثة الثلث دائما مع واحد على ربعة وعشرين الجزء البرتقالي مع الجزء البنفسجي كنلاحظو الجزء البرتقالي أكبر تلاتة على تمنية مع واحدة على 4. 3 على 8. واحد 3. مع واحدة على ربعة تلاتة على تمنية واحد جوج تلاتة مع واحد على ربعة مع هاد الجزء الأخضر مع الجزء الوردي الجزء الأخضر أكبر إذا تلاتة على تمنية أكبر ثم الربع واحد على ربعة مع الثلث واحد على ثلاثة واحد على ربعة واحد على ثلاثة شكون اللي كبر الثلث اكبر, أكبر. هذا الجزء هذا اكبر من هذا الجزء ثم بعد توحيد المقام دابا غادي المقام ديال واحد على ربعة و على ثمانية واحد على ربعة و على ثمانية اذا كيفاش غادي المقام عندنا واحد على ربعة هو الربع واحد على هو الربع ثلاثة على ثمانية إذا باش غادي نوحدو المقام يخص يكون عندهم المقام نفسه كيفاش غادي نوحدو هذا المقام هذا بأن تمنية مضاعف لأربعة إذا باش نحصلو على تمنية انطلاقا من أربعة غادي نديرو في أربعة وفين ما ضربنا المقام كنضربو البسط فغادي نحصل على ماذا غادي نحصل على اثنان على ثمانية على ثمانية دابا شكون اللي كبر واش جوج على تمنية ولا 3 على تلاتة على تمنية باش غادي نبسطو جوج ديال التفاحات غادي نقسموها على تمنية ديال الأشخاص وتلاتة ديال التفاحات غادي نقسموها على تمنية ديال الأشخاص شكون غادي يجيهم أكثر جزء أكثر من الآخر واش اللي قسمنا عليهم تلاتة ولا اللي قسمنا عليهم جوج بطبيعة الحال اللي قسمنا عليهم تلاتة إذا تلاتة على تمنية هي اللي كبيرة داكشي باش قلنا قبيلة تلاتة على تمنية راه كبيرة على ربعة يعني واحد على ربعة واحد على ربعة هي جوج على تمنية ثم واحد على جوج وواحد على ربعة واحد على جوج هو النصف خدينا واحد البيتزا وقسمناها على جوج وخدينا بيتزا وقسمناها على ربعة إذا كل شكون الجزء أكبر فيها واش ديال الأربعة ولا ديال النص فلاحظوا باش نوحد المقام غادي نديرو جوج في ربعة أو لا جوج في جوج باش نحصل على ربعة وواحد في جوج باش فين ما ضربنا المقام كنضربوا البسط فغادي نحصلوا على جوج على ربعة والربع دابا غنقارنو جوج على ربعة مع واحد على ربعة غادي نعاودو نديرو المثال ديال التفاح جوج ديال التفاحات نقسموهم على ربعة ديال الأشخاص وتفاحة تفاحة وحدة نقسموها على ربعة فجوج ديال التفاحات إلا قسمناهم على ربعة داكشي اللي غادي ياخدو كتر من داكشي اللي غادي ياخدو تفاحة وحدة إلا قسمناها على ربعة إذا جوج على ربعة أكبر من واحد على ربعة بالتالي واحد على جوج اللي هي جوج على ربعة راه هي أكبر من واحد من واحد على ربعة ثم بعد الاختزال فجوج على ربعة شنو قلنا جوج على ربعة هي واحد على جوج جوج على ربعة هي واحد على جوج بجوج جوج كيفاش غادي غتولي جوج على ربعة كيفاش غتولي جوج على ربعة غادي تولي جوج في على جوج في جوج. باش بجوج. الجوج واحد على جوج هذا هو الاختزال دونك هنا هنايا واحد على جوج و ربعة على ستة عاوتاني تاني نختزلوها ربعة على ستة هي شحال هي جوج في جوج هذه الطريقة البسيطة ديال الاختزال تلاتة في جوج اختزل بجوج بجوج كتبقى هنا جوج على ثلاثة وجوج على ثلاثة إذا واحد على جوج وجوج على ثلاثة فإلا بغينا نقارنوا واحد على جوج مع جوج على ثلاثة شنو غادي نديرو غادي نوحدو لهم المقام غادي نديرو ثلاثة في جوج باش تولينا ستة أو جوج في ثلاثة باش تولي ستة أو فين ما ضربنا البسط كنضربو أو فين ما ضربنا المقام كنضربو البسط في ثلاثة في جوج باش تولي عندنا ثلاثة على ستة تولي ثلاثة على ستة و أربعة على ستة دابا يمكننا نقارنو نفس المقام ستة ستة ثلاثة على ستة ثلاثة ديال الحلاوي قسمناهم على ستة ديال الأشخاص وربعة ديال الحلاوي قسمناهم على ستة ديال الأشخاص اللي قسمنا عليهم ربعة غادي يجيهم واحد الجزء أكبر من اللي قسمنا فقط عليهم ثلاثة إذا ربعة على ستة تجي أكبر من ثلاثة على ستة بمعنى ربعة على ستة غادي أكبر من جوج على ربعة أكبر من جوج على ربعة ثم أربعة على ثمانية وتسعة على اثنا عشر باش غادي هنا هنايا غادي نديرو أربعة في واحد و 4 في جوج إذا أربعة على ثمانية كيفاش نختزلها أربعة على 8. بالطريقة. 4 في واحد هي أربعة 4. و 4 في جوج هي ثمانية 4 4. واحد على جوج ثم تسعة على اثنا عشر غتولي ثلاثة مضروبة في ثلاثة على ثلاثة مضروبة في ربعة ثلاثة ثلاثة تولي ثلاثة على أربعة هكذا الاختزال تولي واحد على جوج و ثلاثة على أربعة، دابا إلا بغينا نقارنو واحد على جوج و على ربعة واحد على جوج مع ثلاثة على ربعة غادي نوحدو المقام تولي هنايا جوج في جوج وهنايا واحد في جوج اللي هي شحال اللي هي جوج على أربعة و على أربعة ثلاثة ديال التفاحات قسموهم على أربعة جوج قسمناهم على أربعة اللي قسمنا عليهم ثلاثة هما اللي غادي تجيهم كمية كبيرة بمعنى تسعة على اثنا اللي هي ثلاثة على ربعة أجي اكبر من أربعة على ثمانية ثم السؤال الموالي ما المصاريف التي يمثلها اكبر كسر المصاريف اللي كيمثلها اكبر كسر غادي نرجعو للأجزاء الملونة غادي نشوفو أكبر جزء هو هذا ثلاثة على مدى على ثمانية حتى في هاد التمثيل الدائري كنلاحظو أن هاد الجزء هو الأكبر إذا ثلاثة على ثمانية مصاريف أخرى ثم أصغر كسر أصغر كسر هو هذا هو واحد على ربعة وعشرين يعني الإدخار الإدخار هو أصغر كسر يعني أقل حاجة كتبقى له هو اللي كيدخرها كي اللي كيجمعها كي إذن المصاريف التي يمثلها أكبر كسر كما قلنا مصاريف مختلفة مصاريف مختلفة أصغر كسر ادخار ادخار هي أقل حاجة يعني واحد على أربعة وعشرين الكسر الذي يساوي اثنان على ستة والذي يساوي ثلاثة على اثنا عشر اثنان على ستة الا جوج على ستة غادي نعود. نعود اثنان على ستة الا اختزلناها شحال تولي تولي جوج في واحد. على ثلاثة في جوج بجوج جوج, جوج. تبقى واحد على ثلاثة جوج على ستة هي واحد على ثلاثة اما واحدة على ثلاثة فهي ديال الكسر الذي يساوي على على ثلاثة الكسر الذي يساوي ثلاثة على عشر على اثنا كذلك نختزل ثلاثة في واحد وثلاثة في أربعة هي ثلاثة بها تبقى لنا 1 على أربعة إذا الكسر الذي يساوي ثلاثة على اثنا عشر هو واحد على أربعة هو الربع. هو ديال ماذا هو ديال الأكل من ثلاثة على إثناعشر يساوي واحد على اربعة بعد الاختزال اللي هو ديال الاكل أثبت تعلماتي لاختزال عدد كسري نقسم البسط والمقام على نفس العدد او لا كنديروا هاد الطريقة هادي كنكتبوا العددين يعني البسط والمقام على شكل جداء عددين وكنختزلو فمثلا ثمانية على إثناعشر يمكن يمكننا نديرو هنايا ثمانية هي أربعة في اثنان واثنا عشر هي أربعة في ثلاثة لاحظوا ونحصل على اثنان على ثلاثة يعني 8 على اثناعشر عشر على هذا الشكل أربعة في اثنان أربعة في ثلاثة 4 أربعة أربعة تبقى لنا على ثلاثة اللي هي على ثلاثة كما وجدنا أولا نقسمو كيما عندنا البسط والمقام على نفس العدد لتوحيد مقام عددين كسرين نضرب بسط ومقام كل منهما في مقام الآخر فمثلا واحدة على ثلاثة وواحد على أربعة باش نوحدو المقامات فكنلاحظو هنايا ثلاثة في أربعة هي اثناش وفين ما ضربنا المقام كنضربو البسط فكنحصلو على واحد في أربعة وواحد في ثلاثة لأن ضربنا أربعة في ثلاثة أربعة على اثناش وثلاثة على اثناش ونمي معجمي توحيد غيديكسيون غيديكسيون او ميم دينوميناتور توحيد المقام ريدكسيون او ميم دينوميناتور الاختزال لا سامبليفيكاسيون بهذا ننهي تمارين صفحه 35 نلتقي في صفحه 36 كما اذكركم بانه بامكانكم متابعه دروس اخرى خاصه بالمستوى الرابع والتي هي ظاهره امامكم في البلاي ليست وبالرجوع الى اسفل الفيديو في صندوق الوصف الى اللقاء